أنا من جيرانهم، فاش جينا الصراحة سمعنا الخبر، جينا كما العادي هكا، جينا باش نشوفو واش لقينا داك الشيء بصح. لقينا هما ثلاثة ديال الأطفال والأب والأم، مالهم شنو واقع؟ قال لك بأن الغاز كانوا تيدوشوا، وبالليل ما كانش اللي غيعتق شي حد، يعني بالليل نصاصة الليل. هذا الشيء ربما غيكون، حنا ما عرفناش، ربما غيكون ما بين الجوج والثلاثة، يعني غيكون هذا الشيء يعني. فاش جينا لقيناهم يعني صافي مول الأمانة دا أمانتهم ميتين هما بالليل، ثلاثة ديال الأطفال والأب والأم ديالهم. زعما شنقولك خبر مفجع في هاد العواشر، والله يغفر لنا ولاهم، والله يدخلهم من الجنة. بقاو فينا بزاف بزاف دراري طيبين. الدري مسكين والله إلا جا واحد الأخ تيلعب عنده الكرة، والله إلا بقى هنا تيبكي من يسمع الخبر، هو جالس تيبكي تماك. لا دري صاحبي تيلعب عنده المدرب الكرة ديالو، المدرب ديالو جا بقى تيبكي تما، ما مشاش تداوهم. قال لك انا هذا هو الدري اللي عندي عزيز، وهو الهداف ديالي، هو كلشي، وبقى فيه بزاف. المدرب ديال من بالضبط؟ المدرب ديال الدري اللي في عمره 12 سنة. أيه. تيوا في 12 سنة، والطفلة باقا صغيرة في عمرها 3 سنوات، والطفل الآخر 6 سنوات. علاش داوهم؟ داوهم تقريبا مع شي 6 ونص. قبل المغرب هنا تسمعت الخبر، قبل ماشي جوايه الخمسة ولا تسمع الخبر، تيقولوا الناس بان جات اختها ولا شكون اللي جات عندها باش غتشوف ولدها، ما جا مشى للمدرسه ولا ما جات تفطر معاها، تلقات ام الامانه دا امانتهم، حيت ما تدق ما لقات والو. فاش حلوا الباب لقاو ام الامانه دا امانتهم. والنصيحه ديالي نقول لهم الناس اللي كيستعملوا، اللي يشوفوا ما يديروش في وسط الدار، وما يديروش داخل ديال الدوش، وردوا بالهم واخا ربما يكونوا كيدوشوا، ردوا بالهم. واللي كيدوش وتعطل ممكن باش تدق عليه وتعرفوا واش باقي بالحياه ولا توفى، الله اعلم. هذه هي النصيحه اللي نقول لهم، والله يغفر لنا وجميع امه محمد، والله يدخلهم الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه العواشر هذه. عيشه الله يعمر لها الدار. زعما كانت واحد المراه طيبه، وهذا الشيء قدر صدى ربي، المكتوب عليها كتبوا عليها صدى ربي، وعندها ما دير. سوق عليهم وهذا الشيء قلت لك انا، وقع عليها الدراري نعساتهم، هي دخلت دوش خرجت لقات كل شيء، طاحت هي اولا، طاح راجلها، الغاز اللي دار عليهم هكاك. كيفاش تكتشفوا بانهم راه ميتين؟ اختها اللي جات، اختها جات عندها دقات ما بغا حلها حتى شي حد. صافي قالوا نفرعوا الباب، قالوا نعيطوا للبوليس، عيطوا للبوليس حلوا الباب، لقاو الناس ميتين. واش بوطة الحمام ولا البوطة عادية؟ لا البوطة الحمام. الغاز ديال الحمام. شوفوا هو اللي دار لهم هذا الشيء. يعني خلال ودي ما عرفتش انا كيتخنق، ما عرفتش دابا الغاز كيدور على الدار، والدار مسدوده كامل، واش راجمها مسدودين، ما عندهاش كي غندير تنفس الدار، شتي بغا يتخنقوا. سامعك باس اولدي. كيفاش تقبلتوا هذا الخبر هذا؟ هو مفزيع. زعما ما بقى عرفنا ما نديروا، لا هكا ولا هكا، في الحقيقه تلفنا، انا بالله لا تلفت بعدا. ما عرفتي ولادها ولادي كانوا معايا انا، ماشي ولادها بحال ربيتهم انا. وداك الشيء كتب سيدي ربي عليهم وصافي. شحال هما ديال الناس؟ خمسة. ثلاثة الدراري وجوج والأم والأب. يعني ماتوا دقة واحدة؟ ماتوا دقة واحدة. شنو الساعة بالضبط اللي ماتوا فيها؟ إيوا أختي، ما أنت أنا وليدي ما عرفتش نقول لك. مع 12 ما نقدرش، هو قال لك مع 12 الليل. لا جوج الليل باقي وليدي باقي بالحياة. يعني فوقاش جاو البومبية، فوقاش جاو الإسعافات، فوقاش جاو البوليس؟ علينا المغرب. علينا المغرب. واليوم برحمة الله، الله يعفو، يستر، الله يستر على خوتو، يعفو عليهم، يعاونوا خوتهم، يعطي مرضى ديالو يرحمهم، وسيدي ربي يرحمهم يوسع عليهم، وسيدي ربي واليوم برحمة الله، وسيدي ربي يدير فوق الجنة، وسيدي ربي يعاونهم، وسيدي ربي يعاونكم، يستر عليكم انت انتم اللي كدير. عاود لنا شنو طرا، عاود لنا شنو، عاود لنا شنو طرا، حيدو الدري الله يرضي عليك. هادشي قال لك الناس البوطة، البوطة ما عرفت، جات واحد السيدة جات قال لك تفطر عندهم، كتعرفهم جات تفطر عندهم، جات مع الربعة كدق عليهم ما لقات حتى شي واحد، حتى جاو الجيران كيقول لهم راه ماتت. لا راه الله يرحمها. لا لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يوليهم برحمة الله، الله يوسع عليهم ديال القبور، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويديرهم مقام الجنة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في،
شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.